ايه محمد، افريل 2006 ساحت مع نجم الساحلي. شنو هي اللحظه اللي عملته لي؟ كنت تجبد لي كان في المشاكل. اي نحبوا هكا الكواليس. اي المشكله اخرى. ايوه علاش احكي لنا حاجه اخويا، احكي لنا حاجه تفرح الله يهديك. مشكلة بعد يخرج شبيه يحكي كان على الخايب، هاك نسال فيك. مع فوز البنزرتي في حكايه الصيام اللي جبنا عليها قبيله. يا ربي لازم تصدق بربي نحبوا فوزي. الناس الكل تحبوا فوزي. اي هو اسمع. لكن ساعه يغلط. لا يغلط. اما عنده كاركتير حاجه خايبه فيه. يشد ساعة يشد لا دلوقتي. لا انا نجيك ونقول لك عليك نعبي لك مخي. مخي. وذين نقولوه. في هذه وذين. اسمع فما واحد عباله مخ علي انا وعلى زيد. ومن بعد اول ما انت وعلى شكون؟ على زيد وعمر. ومن بعد اول ما ضربوا ضرب فوز. مسؤوله. مسؤول خلوني ساكت بالله واحد. نسمي لك شكون زاد؟ انت ترجع لي اي ولا نسمي لك شكون تقول لي؟ لا ما نقولش لا. يتعديت حكيت ايه تعديت مو ساعة ساعة جمهور ما ينساش مش كيما جوارات او كان جينا نحكي مثلا في غرف مغلقة نجم نحكي انا وياك للصباح ونحكي لك حكايات وما تصدقهاش ابليس ما يعملهاش كنز انت بتاع معلومات مش هكاك شاهد على العصر خلطت على اربع اجيال صحيح انت وياسين مشيتوا له تعاكتوا معنا حكاية السيام لا مش نقول لك حاجة مرة انا والشيخاوي مشينا له قلنا له تو كيفاش باش نعملوا له احنا باش نمشوا نهدوه تو فوزي يا خويا تو في العمر هذاك ما يصليش يعني احنا نحبوه راهو نحبوه لا اكثر لا اقل احنا راهو يقتلنا بالضحك زاد راهو ابار هو سيفير راهو كي تقعد معاه قاعده وديه يقتلك بالضحك مشينا له هو قاعد في الفوتوي وحده مشيت له وانا قعدت منا وشيخاوي منا قلنا له تو برجولي سي فوزي باش نحكي معك في موضوع قلت شنو؟ شنو سي فوزي تو برجولي قلت له انا في العمر هذايا يلزمك تصلي سي فوزي يلزمك ما بياش قال له شيخاوي قال له اوكي سي فوزي برجولية ما عادش وين تو قال له ماشي قال له 56 سنه ماشي لربي ماشي له راك مش هارب عليه ما تقولوش بارك الله فيك في حاجه قال غزرنا هكا هكا وعوج صبعه وعنده تعويجه تاع الصبع هكا قال انا نذكر ربي خير منك قلت له يا خويا اما بنعمه ربي كيف عدت قول لنا خلي فرحني راك غممتي على قلبي قال انا كي تاتاتي تاتاتا نتذكر الرب خربنا نحن فر لا طابت علينا ساق على نهارتك ما نكملوش فيه في في الموضوع ربي يهديه ربي اسمع انا ديما انا شوف كل نفس الخطا وخير الخطائين التوابون لكن نحن في عصر تحت عصر الرفق ضربتوا منه نقص انتم شويه من الحكايه لا قلنا له لا فما حاجات ما نجمش نحكيها قلت لك ولا صحيح فما البير لازم البيك والبير ما نوصلولوش خاطر تولي واحد يخمم هكا بقلبه فهمت ما حبيت تعطيني شيء محمد اليوم لا حكيت لك كل شيء براسك يعني فما حاجات قلت لك البيك ما نجموش اعطيني هذه شكون الملاعب اللي باعك مع معز دريس على اللي باع نجاوبك اللي باع قيس الغضبان اطلب قيس الغضبان تدخل يا تعطيني ايش لعم في دورة والله قيس الغضبان نفس الفاز انا وياه هاي قيس الغضبان تاع شنو هز التليفون قالوا راني جا حكاية يحكي هو السيد قالوا برجولي مش نمشي يزيني انا تويك راني فديت من كذا وكذا 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 وتطيح لقدر ما عادش نحبه وحكى له اوكي ودخل معز دريس والتليفون نقص قالوا راني جيت باش نخرج انا قالوا تعرفش باش نخرج سي معاذ قالوا على التليفون مش يجيك تو هزه هز قالوا راه وهكا وبيه وعليه تي 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 تو قالوا ريت ما نجمش قالوا انا انسان محترم وقيس الغضبان انسان محترم وانا نحبه قيس رجال على الاخر وعاقل ومضرب شوف نموذج من 1000 ولا 2000 ولا 10000 نموذج اللي طالون في الكوره وكارير وبعيد بعيد. لانه حشام ولانه المنقز بلاصته يحفظ لك درجين ويجيك كانالو شفت علاش انا قلت لك يلزم تتصلح نداء انا اخوي والله نداء للمسؤولين في الفيدراسيون والمسؤولين في وزاره الرياضه يا اخويا الكوره عندها قانون وحده يلزم قانونها يحكم وحده يلزم روبير عندها ما تيحش تحته نحن راهو تو فوندو يا خويا انتم بديتوا تصلحوا زيد اما تصلح بالقوي مش نصلح بال30 ولا 40% انا خويا
نحن راه ما تكسرش راسك، قلت فيه يخرج قرار يعطي حقوق الجوارات اللاعبين كوره، ما نقولش لي زانترناسيونو ولا اللي لو نيفو ولا لاعب البر، اللي لاعب كوره يعطي حقه. ما تكسرش راسك، راه في كامل ربوع تونس تجي معاك جوارات، وانت شنو محتاج؟ محتاج هذيك تي تو نحن كنا فما جمعيات كنا نعطوا فيهم بالاربع بالخمس ولا بالسبعه، ولا تعطي فينا بالثلاث. باهي ما قلتليش شكون اللي اه كلم قيس تو نعطيك نمرو قيس سمي لك انت تقول لي لا لا شوف انا نحكي لك الحكايه كيف ما هي، لكن اللي مش ندخلوا فيه في مشاكل لا نتنزهوا عليه. باهي تجارب ما